كاملين، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في احسن الاحوال ان شاء الله. الفيديو ديال اليوم هو على العمل في فرنسا والكونترات في فرنسا، وهذا الشيء كامل غادي نهضروا عليه اليوم لان كيجوني بزاف ديال الاسئله، وبغيت نتشارك معكم شي حوايج لانني عاده كنبغي دائما نكون بوزيتيف ونقول لكم غير الحوايج زوينه ونعطيكم لي زاستوس. اليوم غادي نهضر لكم على الزوينه والخايبه ونهضر لكم على كل شيء ان شاء الله. اول حاجه بدينا بها اليوم جيت ندير واحد لابريز دو سون، ومن بعد غادي نمشي نفطر وغادي نمشي نشوف لي زوفري، ومن بعد غادي نهضر لكم على بزاف ديال الحوايج. هانتوما غادي نمشي دابا نفطر، ناخذ شي حاجه نفطر ومن بعد نمشي. وبقوا معايا نفطر لهاد شيبول. انا جيت انا وبوبون اليوم لان الطوموبيله ديالي بقات في الدار تما عند مامي. ايوا جابني هنايا، مشيت درت لابريز دو سون جابني هنايا باش نفطر، ومن بعد غادي نمشيو شيبول. كتعجبني هاد البلاصه هنايا نجي نفطر فيها. وهاد المنطقه راه فيت مورياها ليكم اللي بغى يجي يدوز، كاين بزاف ديال لي ماكازان، كاين لي ريستوران، كاين كلشي، وحتى الباركينغ فاسيل فين تكاراو هنا. نجلس هنايا. تعجبني هاد لا سال، ديما كنجي ليها. شوف كي دايره شحال زوينه. نجيو الصباح تفطروا قبل ما تمشيو للخدمه، الفطور عندهم زوين. جلسنا هنايا ونفطروا مع الا بس كاين شويه ديال الصداع. جيت انا وبوبون نفطروا هنايا حيت الطوموبيله كيف ما قلت لكم كنت في مونبولي، وبقات الطوموبيله ديالي عند مامي، وهو جا اليوم جاب لي باش ندير لا بريز دو سون ونفطروا هنايا، ومن بعد غادي نمشي باش نشوف لي زوفري ديالي جاو اليوم في الصباح، من بعد غادي نهضر لكم على الكونترات. ميرسي بوبون بو مون كافي. بون على الفطور ويقول لي تي ما دي كوا، شي دي ميرسي بو لو فطور اي تي ما ريبوندي كوا دو كوا بور لا ستار. وي ما دي با دو كوا بور لا ستار، جو سوي تا ستار موا. انا خديت هذا ما كان سي لا ستار. وي كيزيدوا لي الحليب باسكو ما تعجبنيش القهوه قاصحه. سيتي لا غروند موت. وي لا غروند موت. مشيت غادي نخرج شويه على الموضه، واحد البنت قالت لي زوين هذاك البحر ديال لا غروند موت، دوماج ما كيخليوش المحجبات يعوموا. الصراحه انايا ما كنصورش كلشي، مشينا لبالاباش لي فلو عرفتو غزاله تما حدا البحر، كانوا بزاف ديال البنات المحجبات نسبه كبيره كتثير الانتباه كتعوم، حتى شي واحد ما هضر معاهم في الصراحه. اللي بغى يمشي لبالاباس لي فلو باش يعوم راه تما الصراحه كاين الحريه لكل شيء، وواحد الاختلاط ديال الاجناس زوين بزاف اللي عجبني في بالاباس لي فلو. المهم بون ابيتي بوبون. ميرسي. بالنسبه للناس اللي كيقولوا لي عافاك ابتسام بغينا كونطرا، بغينا نمشيو لفرنسا بكونطرا، لي كونطرا اللي كاينين هنايا اللي ولاو راه هضرت لكم عليهم، هما الكونطرات اللي في الفلاحه، مجال الفلاحه كيطلبوا بزاف ديال لي زوفغيي في الفترات، كاين من عام حتى لكوازون كاين اللي كيلقى كونطرا سيزوني. المهم على حساب بالنسبه للبنات اللي كيقلبوا على كونطرات ديال الخدمه، كنقول لكم دخلوا لي سيت ديال لي في اوبير، كيبغيو البنات في حول دول العالم يخدموا يربوا وليدات صغار كيعلموهم اللغه. غالبيه كيطلبوا مثلا اللغه الانجليزيه ولا الفرنسيه على حساب الدول اللي كيطلبوا لي في اوبير. المهم هذه مزيانه ومضمونه. بالنسبه للمهن اللي مطلوبه هنايا في لا ريجيون راه هضرت لكم عليها، كاين بزاف غادي يكون نقص في مجال الصحه في لي بيرسون زاجي. قلت لكم سيرفيس ا دوميستيل بحال مثلا لي فام دو ميناج، لي زيت سوانيونت، لي انفيرميير. راكم عارفين بالنسبه للبنات اللي عندهم الدبلوم ديال انفيرميير مثلا في المغرب ولا الجزائر ولا تونسي، فاش كتجي هنا راه غادي تخدمي غير سوانيونت، ومن بعد خاصك تفاليدي لي مودول. بالنسبه لي غارسون مثلا شوفور روتي، بناي، الكتريسيان، هاد لي ميتي كاملين مطلوبين هنايا في بيربينيون. قلت لكم غادي يكون فيهم نقص كبير في 2024، غادي يخصهم تقريبا 24000 عامل، وراه كانوا تينا واحد الكونطرا مع المغرب ومع لا تونيزي باش يجيبوا اليد العامله في المجالات هذه ديال الفندقه. الناس اللي كيخدموا في لي زوتيل، الفندقه والفلاحه، وكنديروا معهم واحد الكونطرا باش يجيبوا الناس، المهم المغرب ولا تونيزي ما كانش داخله فيه الجيري. نقول لكم دابا تلقاو كونطرات باش تجيو تخدموا هنايا فرنسا، راهم كاينين. انا ما عنديش كونط، ما كنديرش كونطرات وماشي المجال ديال العمل ديالي، غير كنتشارك معكم المعلومات اللي كنعرف. وعندي واحد النصيحه لاي واحد بغى يجي، واحد الاخ قال لي ما تنساش
الاخوان ديالك اللي باغين يجيو يعيشوا في فرنسا داكشي. انا دائما كنعطيكم نصائح، كنقول لكم اللي بغى يجي هنا خاصك ضروري يكون عندك البيرمي ويكون عندك ديبلوم ولا انفورماسيون ولا ليكسبيريونس في شي مجال. هما هنايا كيامنوا بالليكسبيريونس اكثر من الديبلوم. تقدر تكون دير فورماسيون عندك ديبلوم وما عندكش الخبره، الخبره مهمه بزاف، لان الا شافك اكسبيريمونتي في المجال اللي انت اي مجال بغيتي، واخا تكون غير سيرفور في قهوه الا خدمتي وكنتي افيكاس توت سويت يسيني معاك لو سي دي ويبغيك تبقى عنده ويقلب عليك، لانه يعني كيبغيو لو سيريو. بالنسبه للسالير هنايا لو سميك راه زوين على بعض الدول الاخرى بحال مثلا البرتغال اسبانيا ايطاليا، الاسم ديال فرنسا احسن. وبالنسبه لالمانيا اللي احسن منهم كاملين ولا سويس ايفيدا. بالنسبه للمهن اللي قلت لكم عليها مطلوبه هنايا راكم عارفين، هضرت لكم هذه المهن كامله هضرت لكم عليها هنايا اللي مطلوبه هنايا في لا ريجيون. كيفاش يمكن لكم تلقاو الخدمه؟ اول حاجه كديروها انكم تسجلوا في بول امبلوا، كيكونوا هذوك الشركات اللي كيطلبوا العمال، كتدخلوا وكتشوفوا اشنو هما المهن اللي نتوما كتخدموا فيها وتتواصلوا مع الشركات. وكاين لي بواد دانتيغيم، لي بواد دانتيغيم ماشي غير تحطوا السي في ديالكم وتقولوا صافي، خاصكم تحطوا السي في وتبقاو تعيطوا عليهم وتانسيستو. البنات اللي باغيين يخدموا في سيرفيس على بيرسون كاين الجمعيات، كتمشي كتدخلي كتحطي السي في ديالك، مهما كيشدوا من عندك السي في كتولي عندك الحق انك تبقاي تعيطي عليهم ولا تمشي عندهم تلصقيهم حتى يعيطوا عليك وتلقاي الخدمه. في هذا المجال كاينه الخدمه، كاينه لا ديمير، كاين بزاف ديال البلايص فين تلقاو فيهم الخدمه في هذا المجال ديال لي بيرسون زاجي، بحال مثلا لي ميزون دو روتريت حتى هما فيهم الخدمه. اول شيء فاش تجي هنايا ما تقوليش خصني خدمه في المجال ديالك، غادي تقبلي وغادي تخدمي فاش لقيتي، ومن بعد ان شاء الله يمكن لك تكوني ديري فورماسيون عاد تخدمي في البروجي ديالك. المهم انا اليوم غادي نشارك معكم البروجي ديالي، لانني بديت الخدمه 3 فوا. المره الاولى الخدمه ديالي بقيت فيها 12 عام، والخدمه الثانيه بقيت فيها 5 سنين، ودابا هذه الخدمه ديالي الجديده كنخدم عليها دابا 3 سنين وانا كنخدم عليها باش ندير مشروعي الخاص وداكشي. المهم هادشي كامل غادي نهضر لكم عليه من بعد. المهم يلاه معايا دابا كملنا الدور ديالنا، دابا غادي نمشيو نونيفا. دابا حنا غنمشيو نمشيو شوفوا تكونوا كبرتوا وخدمتوا وتشوفوا بحال هاد الجروب ديال بيرسون زاجي كيتجمعوا هنايا، ما عاد فين غاديين شفتوهم، ما عاد فين غاديين يمشيو. من بعد لا روتريت كيستافدوا من لا روتريت ديالهم، كيسافروا كيديروا بزاف ديال الحوايج. فوالا غادي نمشيو لا فواتور من بعد نكمل معاكم، يعني بغيت نهضر لكم على بزاف ديال الحوايج اليوم. بون جاي بوركو تي ما غاري لا، شوف فين تكاره ولصقني مع واحد غادي نوريكم هذه الطوموبيل اللي كيستعملها باش يخرج يمشي للخدمه. شوف اش دار، شوف فين لصقني انايا مسكين. الي كومون جو في بوغ انتري مانا وي سي سا بوركو تي ما كولي لا اه تي تان فيش ان بو نو. شوفوا باب بوبو ندير السبحة صيفطتها ليه ماما هادي عرفتو واحد الكراج في الدار ديال مامي درت لي طرافو داكشي وجبت لي زوفغيي باش يخدموا ليا تماك. عرفتو نعاود لكم راه حكايه هنايا فرنسا راه ما كاينش صديق ديالي وما كاينش عائلتي وما كاينش هادشي كامل. في الاول فاش كتجيو كتكونوا تقلبوا على اصدقاء كتقلبوا على العائله، ولكن من بعد كتفهموا كتوليو تحسوا براسكم مزيانين ملي كتكونوا بوحدكم. وهذه كنقولها لكم من بعد الخبره ديال سنوات، كنقولها لكم الواحد يعتمد على راسه، ما كاينش يعتمد على الزوج، ما كاين يعتمد على الاصدقاء، ما تعتمد على حتى شي واحد، لان ايسي سان اكزيست با ولا في حالات نادره بزاف. المهم دابا حنا غادي للدار غادي نشوف واحد لي زوفغي جايين عندي ومن بعد غادي نكمل معاكم. معلم جاي يخدم او هذا اللي شفتو صداع، كنت بغيت نصور لكم ولكن المعلم جا كيخدم ودير صداع داكشي ما غاديش نقدر نصور لكم تما. قبل منه كان واحد الاصدقاء ديالي جبتهم يخدموا، ومن بعد حتى درت معاهم الثمن وداكشي، وملي شافوا ان لو بري ما مسلكهمش اللي داروا في الاول، ان تقريبا واحد بالوان دو 4 مليون يعني 4000 يورو. ومن بعد بداو كينقصوا ليا بزاف ديال الحوايج، كيقول لي مثلا الباب ما غاديش نقدروا، هذه ماش نقدر، باش كيزيدوا كيطلعوا في لا فاكتور. وهذاك الاخر صديق ديالنا لانه يلا جا لفرنسا من واحد الدوله
بشي عربيه بدك الدول اللي ما داخلاش في الاتحاد الاوروبي ولكن جات في اوروبا، وكنا كنستقبلوه كيجي عندنا للدار وكنخرجوه معانا. شي مرات كتكون شي سفريه تقريبا كنديوه، وما خدش بعين الاعتبار النهار اللي جات اللي قلت لهم صافي. داك النهار نيت في الجو يخدموا، مشيت وشريت لهم في سبيل الله الغداء، غدا مخير جلستهم على الطابل، وداكشي ما خدوش بعين الاعتبار. علاش كنهضر لكم على هادشي؟ هنايا في فرنسا ما كاين حتى شي واحد ما كيعقل على حتى شي واحد، ولا الحاجه وحده اللي غادا تنفعكم هي تكون عندكم ليكسبيريونس، يكون عندكم ديبلوم، يكون عندكم بيرمي، لان البيرمي كيطلبوه دائما، تيقول لك واش فيكولي ولا لا، ودائما كيزيدوها في السيفيل تحت ديروا مثلا فيكول بيرسونيل بيرمي بي، وديما كتزيدوها في السيفي ديالكم، هذه مهمه. والاكسبيريونس ديبلوم ماشي مشكل. بعد ما كملت جيت لافناك بغيت نشري ديليف، كنهضر بشويه حيت كاينين الناس بزاف، كاين بزاف هنا ديال لي ليف وكاين كاع الاثمنه، كندير لهم الغوسيكلاج كنقراهم من بعد كنسيفطهم لماما. اختاريت هاد لو ليفغ هذا وهذا. علاش كنهضر لكم على لو ليفغ؟ شنو هما علاقتهم؟ لانكم مهما غادي تجيو فرنسا تجلسوا هنايا 21 عام غتفهموا ان اللي غادي ينفعكم هما لي ديبلوم ديالكم، لي فورماسيون، الناس المحيطين بكم. داكشي غادي تشوفوا ان اغلبيه الناس كيجيو غير باغ انتيغي، ما كتهمهم لا الصداقه ولا حتى شي حاجه، حتى لي ليا ما كيبقاوش شي مرات. فاللي كينفعكم هما لي زاكتيفيتي اللي كديروهم، لي لوازير اللي كديروهم. بالنسبه ليا انا هما الكتب، فوالا كتب ديما كنشريهم كنقراهم باش تكون عندي شي وقيت خاوي وصافي. صافي انا اختاريت لي ليفغ ديالي ودابا غادي نمشي نخلص، ومن بعد غادي نكمل معاكم. مهم خرج انا يوبوفون، جينا هنايا كما كتشوفوا عندي الاصدقاء، باش ما يتحرجوش الاصدقاء ديالي عندي، ولكن غالبا كنكون غير مع العائله ديالي. الاصدقاء كنشوفهم مره، لان الحياه بغات هكا، ما يمكنش، لان انا في اوروبا صعيب شويه الصداقات، باش تيقوا في الناس صعيب شويه. كنهضر معكم انا كخبره، لانني خدمت في المجال ديال السوسيال 12 عام، عاد من بعد بدلت يعني الخدمه ديالي الانيماتريس. كنشارك معكم المعلومات وفي نفس الوقت علاش كالفلوغ، باش تعرفوا الحياه كيفاش دايره هنايا. مشينا لواحد المكازين هنايا، شرينا حويجات وداكشي، ودابا غادي ناخذ قهوه انايا ونرا ومشي يدير لا كوموند اللي شفتوه مورايا، ومن بعد ان شاء الله غادي نرجعوا للدار. شوفوا كنا شنو جاب ليا هادشي، واش ديال الريجيم هادشي؟ لا غلاس كلوتي صافي با بون ميناج تو سا. فوالا كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم والمعلومات اللي عطيتكم وفي نفس الوقت ان بلوغ وخرجه يكونوا فادوكم. اللي بغى معلومات اكثر يتواصل معايا في الانستغرام. مرحبا كلكم اخواني في الله، مرحبا بكم كلنا كيف كيف، مرحبا بكم في القناه وفي الانستغرام. وما تنساوش ديروا لي لايك والاعجاب، لان اغلبيه حبايبي كيديروا لي ميساجات غالبا، وشي مرات كينساو باش يديروا اللايك. عافاكم ما تنساونيش من اللايكات، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جاي. والسلام عليكم.